سؤاله الخامس يقول: ما حكم من احتلم في نهار الصيام، وهل يؤثر ذلك على صحة صيامه أم لا؟ من احتلم في نهار الصيام فإنه يجب عليه أن يغتسل، إذا احتلم وأنزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده، فهو جرى عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه، صيامه صحيح لا غبار عليه، ولكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل الواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. نعم.